القناوي كان من البدايه ديالو في الكارير ديالو 2013 2014 كخرج بزاف ديال الاغاني، ماشي كدا 20 اغنيه، ومن ضمن هاد الاغاني كان تا الديسك ديال الحجاجي. وكان القناوي يعني البوبليك ديالو اللي تيعرفو اللي متبعوه اللي متبع الاكتواليتي ديال القناوي تيعرف بلي هو راه كان وعدهم بلي غادي يعاود يغني ديك الاغاني اللي كان غنى شحال هادي، بحال بغيت العاقة، وردة، باش ما غنمشي، قاموس الحب، كاينين اغاني بزاف وراه كيعرفهم البوبليك المغربي، وهما اغاني قدام ديال القناوي اللي ديجا اللي مشهورين، فهمتي؟ وكان وعدهم باللي غيعاود هاد الاغاني فوق بيتات اوريجينال وغادي يلوحهم كالبوم فلاشين ديالو. القضية ديال الديسك كان في البروغرام انه غادي يتلاح، كان قناوي داير ليه بروغرام انه غادي يصور ليه فيديو كليب، كان الفيديو كليب كان تقريبا ديكشي اللي تيقول في الديسك كان غادي يبان في الفيديو كليب، يعني كان داير ليه واحد السيناريو اللي هو واعر، لكن منين هو دابا مشدود ما يمكنش يتصور ليه فيديو كليب. سو بحال الا قلتي في الايماج ما درنا والو، ومع ذلك وصل الاول طوندونس، وديكشي علاش كنبغي نشكر البوبليك ديال القناوي اللي وصل الديسك الاول في طوندونس وسيبورتاو. اما القناوي ملي غيخرج راه غادي يكمل ديك العشرين ديسك وغادي يلوحهم البوبليك المغربي. فوالا هادي هي القصه ديال الحجاج. اللي بغيت نوضحو هو قناوي ديما تيطلع الاول في طوندونس، او يعني انا جاتني من طلع الاول طوندونس عاوتاني شي حاجه اللي نورمال. القناوي لاح ديسك بحال شحال من ارتيست يلاح شي ديسك طلع الاول طوندونس، يعني شي حاجه اللي عاديه. وهو راه قال، هو راه كما قال ما كانش عارف قيمته حتى شي عند الجمهور حتى لهاد اللحظه هادي. انا اللي نقدر نقول لك هو انا ملي تنكون مع السيمو، فهمتيني، ملي تنكون معاه يعني راه كذوب على الله حرام، انا ماشي دابا الحق، ملي تنكون معاه يعني ما كاينش بلاصه كنمشيو ليها وما كيجيش عنده بنادم وما كيتصورش معاه، فهمتيني، اي بلاصه لدرجه هو يقدر يكون في قلب الطوموبيل وتيشوفو بالو تيجي تجرى عنده يتصور معاه. بحال قلتي قناوي سوبر ستار، فهمتيني، سوبر ستار، النيفو ديالو سوبر ستار، عنده بيبليك بزاف، اي بلاصه مشى ليها تيرحبوا به، وباقي بلايص اللي هو ما عارفش بهم راه تيتمسكوا ليه ليلهم، فهمتيني. سو انا تنقول لك التفاعل ديال الجمهور مع المغاربه لهذوك اللي ما كيعرفوش القناوي، ملي شافوا هذوك اللي كيعرفوا القناوي كيفاش متفاعلين معاه سولوا رؤوسهم زعما كيفاش ما هاد الناس هادو كلهم متضامنين معاه، حنا خاصناش ندخلوا نشوفوا علاش. ومنين دخلوا لاشين ديالو وتمسكوا المزيكا ديالو لقاو بلي خونا راه كاين وكيدوي، فهمتيني. هذا هو البلان ديال الفيديو، فهمتيني. كيف ما سبقت وقلت ديسك في البروغرام باش انه غادي تصور لي فيديو كليب وغادي يتلاح. سو هي حيت سيمو مشدود ما يمكنش الفن ديالو يحبس، حيت كاينين الناس خدامين مع سيمو، منهم انايا، فهمتيني، منهم المانجر ديالو، منهم اصدقاء اخرين مقربين، ما يبغاوش يقتلوا ليه كارير ديالو ولا يقتلوا ليه لاشين ديالو. صوب لهذا حنا هاد البروجي هذا هي باش اننا نخليو الوعود ديالو للجمهور يكون وافي، حيت هو كان موعدو ما يلوح هاد الديسك والجمهور شحال هو تيتسنى، مي دابا ما غنعاودو نلوحو حتى شي حاجه حتى نشوفو شنو غادي يوقع، فهمتيني، حيت في الاخر ديال النهار كتبقى هاديك لاشين ديالو، وواخا تكون يكون عندنا دياسك ديالو ديجا مسجلين خصو هو يخرج ويقاد داكشي كيف ما هو باغي. وهذا ما كلمة أخيرة، بغيت نشكر البيبليك المغربي داخل وبرا الوطن، نعم، اللي كيساندوا القناوي واللي كيساندوا ولاد الشعب عاي واللي كيساندوا الراب المغربي، حيت بلا راب شحال واحد ما كانش غتكون عنده الزعامة يدير شحال من حاجة. كنهضر على فنانة اللي ما عندهم حتى علاقة بالراب ولا ناس اللي ما عندهم حتى شي علاقة بالراب. الراب حل مجال الكلاش، حل مجال بنادم إلا بغا يقول شي حاجة ما تيخافش يخرج ويقولها له نيشان. اللي بغيت نقول لكم أخوتي ديديكاس لكم كاملين و
فريقنا عاي. Thank you.